حتى يتبين لهم انه الحق بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحباء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحقيقه احببت ان احدثكم اليوم عن فوائد الصيام في صيانه وتنظيف وتطهير وتنشيط النظام الهضمي او الجهاز الهضمي في الانسان أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن"، أسوأ شيء يمكن أن تعمله أن تملأ بطنك بالطعام والشراب. الصيام أيها الأحبة له مفعول السحر. طيب كيف نعلم ذلك؟ أولا قبل أن نسرد الحقائق العلمية، دعوني أقول لكم إن الله عز وجل عندما خلق الانسان كيف ركبه ركبه بطريقه ان افضل شيء له اثر شفائي على الانسان هو الصيام الانسان مصمم هكذا احبتي في الله الخلايا مصممه لتشفي نفسها اثناء الجوع هذا تصميم الخلايا ومصمم هذه الخلايا أن الطعام الزائد يضرها سبحان الله لذلك نجد أن الكثير من العلماء والباحثين يؤكدون أن تخفيف الطعام والشراب والأملاح والسكريات إلى الحد الأدنى هو علاج لثلاثة أربعة الأمراض التي يعاني منها الناس اليوم مثل الضغط ضغط الدم الكوليسترول السكري حتى السرطان أيها الأحبة على فكرة الصيام يؤثر على السرطان ف... فيمنع تكاثر الخلايا السرطانيه. النظام الهضمي ايها الاحبه حساس جدا. انت ايها الانسان الله كرمك واعطاك جهازا هضميا شديد الحساسيه ويعمل و... و... بك... بكفاءه عاليه جدا. انت من يدمر هذا الجهاز الهضمي الحساس بسبب اسرافك في الطعام، لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا الطعام حلال والشراب كل ما شئت الا ما حرم الله طبعا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ما الذي يحدث ايها الاحبه بالضبط عندما نمتنع عن الطعام والشراب لمده اثنتا عشرة ساعة وأكثر أولا الكبد لديه مخزون محدد يكفيه 12 عشر ساعة تقريبا بعد 12 عشر ساعة يبدأ بهضم السموم والتخلص منها لماذا لأن الخلية الجائعة تعمل بكفاءة أعلى بكثير من الخلية المتخمة الخلية الجائعة تقوم بهضم الخلايا المتضررة والهرمة والتالفة والمريضة والخلايا الشاذة والخلايا الملتهبة هذه الآلية تحدثنا عنها مرارا تسمى الإلتهام الذاتي أي أن الجسم يشفى ذاتيا من دون أي علاج ولا أي دو... بمجرد الصيام أيها الأحبة لذلك يعني بعض العلماء سمى الصيام عمليه بدون جراحه يقولون ان العمليه الوحيده التي تستطيع ان تتخلص بها من السموم المتراكمه هي الصيام لا يمكن تخليص الخلايا من السموم المتراكمه باي غذاء الا بالصيام والتمر التمر له مفعول السحر على تخليص الجسد من السموم نحن سنويا ايها الاحبه احد العلماء قام بحساب بسيط وجد ان الانسان يتناول 80 كيلوغرام من الملوثات سنويا من الملوثات عبر الهواء الماء الطعام الماء الذي نشربه ملوث بنسبه او باخرى الهواء ملوث باكاسيد الرصاص والكبريت وغيرها الطعام ملوث ايضا بسبب النفايات التي ترمى في البحر وفي الانهار وتدفن في التراب وغير ذلك. طيب هذه الملوثات التي تدخل ما هو الحل؟ تتراكم تتراكم فتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي واعياء عام تسبب ضعف عام، لا تعرف لماذا تذهب الى الطبيب يقول لك لا يوجد معك شيء. المشكله هي السموم الموجوده داخل الخلايا والتي يصعب كشفها حقيقه يعني. لا تستطيع ان تكشف عن كل خليه ماذا يوجد بداخلها. عندما تصوم اكثر من 12 ساعه الى 16 ساعه متواصل فان هذا الجسم وبخاصه البكتيريا الموجوده في الجهاز الهضمي بكتيريا بالتريليونات عددها ايها الاحبه، مهمه جدا للحفاظ على حياه الانسان وللهضم الطعام ولها أدوار كثيرة لها دور حيوي كبير في حياة الإنسان هذه البكتيريا أيضا تنشط بشكل جيد أثناء الصيام جدران الأمعاء والمعدة أيضا يتم شفاؤها ذاتيا أثناء الصيام سبحان الله ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليك بالصوم فانه لا مثيل له صلى الله عليه وسلم لا مثيل له يعني خذ كل انواع العلاج وكل انواع الدواء تجد الصوم رقم واحد. لذلك للجنه ثمانيه ابواب منها باب يقال له الريان لا يدخله الا الصائمون، باب فقط للصائمين. والعبادة الوحيدة التي يجزي الله بها بينه وبين عبده كما جاء في الحديث القدسي إلا الصوم الله تعالى يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الصوم فقط لماذا؟ لأن له فوائد مذهلة أيها الأحبة وبمجرد أنك نشط هذا النظام الهضمي أو الجهاز الهضمي و... و, و يبدا الجسد كله يتنشط يبدا دماغك يتنشط تبدا يعني اذا اردت ان تصلي تصبح اكثر خشوعا اذا في حياتك تصبح اكثر هدوءا واكثر طمانينه ونظامك المناعي يعمل بكفاءه اعلى ضد الامراض ماذا تريد اكثر من ذلك؟ لذلك الله سبحانه وتعالى اكد كثيرا على الصيام. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال والصوم جنة ما هي الجنة؟ الوقاية طبعا فسرت على أنها وقا على أن الصوم وقاية من النار ونحن نقول إن الصوم وقاية من أمراض العصر لأن كل العبادات وكل الأوامر التي امرنا الله بها وامرنا الرسول بها جعل الله فيها فائده عاجله سبحان الله يعني كل العبادات حتى الصبر له فائده فائده عاجله انه يخلصك من الغل والحقد وهي, وهي وهذا السلوك مدمر ويسيء للقلب لقلب الانسان واوعيته الدمويه فلذلك ايها الاحبه والله يعني آه لن نجد مثل الصوم قدر ما تستطيع الصوم جوع هذه الخلايا عندما تجوع الخلايا يبدأ الجسم يتعافى انتبهوا أيها الأحبة لا يقول أحدكم أنا عندما أجوع ماذا أفعل لا هذه ظاهرة صحية يجب أن تحب جوعك كلما جعت أكثر اعلم أن الكبد الآن وأنت جائع جوع شديد الكبد يتخلص من السموم والنفايات الخلايا تهضم الخلايا النشطه تهضم الخلايا المريضه والتالفه والشاذة والخلايا الهرمه المتضرره كلها تهضمها وتخلص جسدك منها عمليه هضم الخلايا الشاذة والمريضه وعمليه التخلص من الالتهابات الموجوده في الرئتين والجسم وعملية تنظيف الكبد والجهاز الهضمي من السموم وغير ذلك هذه العملية تشعرك بالجوع إذا الجوع شيء جيد ليس شيء سيء أحبتي في الله والله أيها الأحبة يعني لا أجد خيرا من كلام حبيبنا عليه الصلاة والسلام عندما قال من صام يوما في سبيل الله بشرط أن تكون النية لله عز وجل يعني أنت صم صيام علاجي لا مشكله ولكن ان يكون هدفك هو الله انت تصوم اولا ابتغاء وجه الله ولتجني هذه الفوائد لا مانع الحج فيه منافع ليشهدوا منافع لهم فانت اذا استفدت من فوائد الصلاه منافع الصلاه منافع الحج منافع الصيام منافع الزكاه كلها فوائد دنيويه ولكن بشرط ان يكون عملك لله وعبادتك هذه لله سبحانه وتعالى فتدخل من باب الريان ان شاء الله الله يجزيك بينك وبينه سبحان الله سبحان الله يعني تصور ملك ملك يقول هذا العمل اريد ان اجزي بيني وبينه كم انت غالي على الله كم انت يعني مكرم عند الله سبحانه وتعالى ايها الصائم لذلك احب صيامكم وأحب جوعكم لأنه الطريقة الوحيدة للتخلص من أمراض العصر من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار أو باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وأن يتقبل منا صيام هذا الشهر وأن يجعلنا من عتقائه إن شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق